بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا بكم لقاء جديد في برنامج فتاوى وبصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. نعم، نرحب أيضا بمشاهدينا الكرام الذين ينضمون إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. أرقام هواتفنا على الشاشة وبريدنا الإلكتروني أيضا. نتمنى أن تكون مشاركتكم مباشرة معنا عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني. أرحب من جديد بالشيخ محمد أحمد حسن. الله يبارك. وبحمد الله اليوم هو 27 من رمضان المبارك. أيوة. بحمد الله سبحانه وتعالى الناس في هذا الشهر الفضيل يعني مرنت أنفسها، وقدر الناس يعني يعملوا لهم برنامج روحي نقول ممتاز. نتمنى أن الناس يحافظوا على هذه الخصال الطيبة والالتزام الشديد بالصلوات في جماعة والتراحم والتواصل، كلها خصال طيبة وجميلة. نحن نتمنى أنه أو نذكر الناس بأنه كيف بعد يومين ثلاثة الناس مقبلين على العيد، وأغلب الناس بيقوموا بتناسوا هذه المسألة وهذا البرنامج الروحي. يا ريت نذكر الناس بضرورة الالتزام بهذه الخصال الطيبة. نعم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا زي ما ذكرت أنه الناس يعني الحمد لله المساجد كانت عمرانة بالمصلين في الأوقات الخمسة، وصلاة التراويح والنساء ما إن شاء الله، وصلاة التهجد وقراءة القرآن والاستماع لحلقات العلم، دي كلها نفحات في رمضان عظيمة. يبقى كل مسلم صام رمضان وذكر الله أخذ شحنات نورانية. الشحنات النورانية دي تنير له الطريق بعد رمضان. يبقى الخصال الحميدة دي ما نتراجع عنها بعد العيد، لأنه في كما ورد في الحديث أحب العمل إلى الله أقل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى العمل المحبوب إلى الله الصحب يداوم عليه ولو قليل. يبقى نحن كسبنا خصال، ابتدينا نفتح المصحف نقرأ القرآن، نستمر على الخصال دي. عودنا نفسنا على حضور صلاة الجماعة فلنستمر. عودنا نفسنا على حلقات العلم فلنستمر. نحن ناخذ التلفون ده مستعجل شوية من السعودية. يلا محمد، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ عندنا زوارين للشيخ محمد حسن. نعم تفضل. سؤالين. طبعا السؤال الأول، عندنا الوالد طبعا عنده غسيل كده طبعا. والسؤال الثاني طبعا، السؤال الثاني طبعا قبل فترة طبعا بقول له تيجي الحج، وقلت الحين طبعا ما يقدر يجي الحج. كويس. طيب وممكن واحد يسجله ولا كيف؟ أيوة. يعني هو كان زمان قبل ما يمرض كنتوا ناويين يعني تجيبوا لي الحج؟ يعني نجيب الحج. ايوه. نعم. الان عنده مرض ما بخليه يقدر يعني يؤدي الفريضه. كثير يعني. نعم. يقدر يحج. نعم. نعم. طيب الواحد ممكن يحج له ولا كيف؟ نعم. كويس. نعم شيخ. اي طبعا الوالد قال انه كبير في السن وكفيف وكذا وعنده غسيل. ما بيقدر يجي له هنا. يبقى في الحاله دي واحد من ولاده يحج نيابه عنه. على شرط الولد ده يكون حج عن نفسه أولا. نعم. أدى فريضة الحج عنه أولا، بعد ذاك يحج عن والده. ويجوز يحج عن والده، زي ما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. نعم. يبقى شو دبيت حج عن أبوه، حج عنه. يبقى هسه نقول له ولدنا ده حج عن أبوك، إذا أنت حجيت أديت حجة الفريضة. ما أديت حجة الفريضة في أحد من أخوانك حجة الفريضة، يحج عن والده. ما حصل واحد فيكم حجة، واحد فيكم حجة السنة دي، السنة جاي حج عن والده. نعم. معنا تلفون تاني. ألو مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا عبد الله. الله يديك العافية. نعم تفضل. لو سمحت اكلم الشيخ. نعم تفضل. كيف حالك يا اخي؟ الله يبارك فيك. بارك الله. الله يسلمك يا اخي. الحمد لله. يا اخي والله كنت السنه اللي فاتت عندي حادث مروري. وتوفى معي شخص. نعم. وتوفى معي شخص. نعم. ايوه. انت كنت سايق العربيه يعني؟ انا كنت سايق العربيه وتعارض علي واحد وخشيت في شاحنه. ايوه. ايوه انا سايق العربيه. ايوه.
وتوفى معايا الشخص كويس وفرض عليه الدية طبعا 151 ألف ريال اي دفعتها وطبعا وما قادر طبعا ما قادر اصوم والله ما بقدر اصوم عشان كذا بس دار انت طيب كذب الله ما بتقدر تصوم عندك يعني مرض مزمن والله شيء والله عندي معده وبس بلعب حتى في رمضان ده مقدر لكن برضه يعني بس بلعب شويه يعني في حاله الصوم يعني كويس وبطا على جاني ابا مثلا كويس يطعم الشهرين هي طبعا هنا ده الحاجة الموردة في الشرع نزول كتلي وفي حديث حركة زول كتل عن طريق الخطأ والسواق الكتل الشخص ده عن طريق الخطأ بترتب عليه حكمين شرعيين الحكم الأول دفع الدية إلى أهل القتيل إلا إذا عفوا قالوا عفينا خلاص قالوا دايرين ديتنا يدهن الدية نمر اثنين عليه صيام شهرين متتابعين يعني 60 يوم أو ببداية الشهر الأول لغاية الشهر نهاية الشهر الثاني هنا ده طبعا في القرآن في الظهار يعني ربنا ذكر زول اللي قال لي زوجتي أنت عليك ظهر أمي في الحالة دي عليه صيام شهرين متتابعين وإذا ما بيقدر يصوم يطعم 60 مسكين لكن في القتل الخطأ ربنا ما ذكر الصيام ولذلك هنا ده جمهور العلماء قالوا زول ده يصوم يعني يصوم أي ما في حكاية عندي عذر ما بقدر أصوم دي إلا الشافعية قالوا 3 مذاهب الناس أبو حنيفة المالكية الحنابلة قالوا علي يصوم يعني يصوم ما في طريقة إطعام علي له أبدا لازم يصوم الشافعية قالوا قياس على الظهار وإذا كان زول عنده سكر عنده كلى ما بقدر يصوم يطعم 60 مسكين ليه لأن في القرآن ما ذكر الإطعام قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ما ذكر الإطعام قالوا لا بد يصوم النصيح النصيح لعبد الله إنه العلماء قالوا ما في طريقة صيام وانت هسه صايم رمضان وبتتعب لكن حاول باصر ولو تنتظر لغاية الشتاء ما يجي والجو في الشتاء بارد والنهار يصير صوم في الشتاء لكن طريقة الطعام ليك ما في حسب رأي جمهور العلماء نعم ناخذ عمر من شرق النيل مرحب عليكم السلام أحييك أخي الكريم محمد نور وحي عبرك شيخنا الجليل محمد أحمد حسن على تواصلكم معنا طيلة فترة هذا الشهر الكريم الله يبارك فيما تفضلتم به من فتاوى تنفع المسلمين في أمورهم الدينية وذلك من خلال قناة الشروق الفضائية ونحن نستشرف خواتيم هذا الشهر الكريم أسأل الله أن يجعل تواصلكم معنا في ميزان حسناتكم إنه سميع مجيب عمر أبو قرون شرق النيل بارك الله في جزاك الله كل خير على الكلمات الطيبات دي الله يخليك أنا بزال سؤالين إذا سمحت لي يعني نعم تفضل أفضل وقت يعني لخروج زكاة الفطر 200 السؤال الأول السؤال الثاني زكاة الفطر بالنسبة للأيتام واليتامى إذا كان حالتهم متيسرة ممكن نديهم الزكاة جزاكم الله خير وبارك الله شكرا جزيلا شكرا عمر أنسى وقت لزكاة الفطر اللي هي الأيام دي يعني اليومين دي للنهار ده وباقي ليه هو طبعا الفقهاء الشافعية والأحناف قالوا يجوز خراجي من أول يوم في رمضان المالكية والحناب قالوا قبل العيد بيوم أو يومين واليومين دي للنهار ده باكر أفضل يوم ليه؟ لأنه ما الأيتام دي لما نديها زكاة الفطرة تقدر تدبر حالة تمشي السوق تشتري كسوية لولداتها تشتري ملايات فرشات تزين بيته وتسمح بيته استعداد للعيد عشان ولداتها ما يشعروا بيتمهن وإنهن يعني بيت تعبان وبيت المسلمين سمح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم واليوم العيد فرحة عام للمسلمين ما داير ينزل يكون حزين في هذا اليوم أفضل وقت نديها اليومين دي نعم قال لو الأيتام يعني حالتهم ميسورة هل يحق لنا أنه نحن نديهم برضو زكاة الفطر ربنا تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الصدقة يعني الزكاة تمشي للفقراء والمساكين والأيتام دي فرضنا أبوه ما شاء الله زول غني
عنده عقارات عنده عمارات ويتوفى يبقى ديل هم أيتام لأنه فقدوا أبوهم لكن أبوهم ترك لهم ثروة كبيرة يبقى ديل ما نديهم لأنه ما محتاجين ما فقراء أيتام فعلا لكن ما فقراء. نعم معانا من ربك سليمان. مرحب. عليكم السلام. معك سليمة من ربك. سليمة مرحب. يلا عاوز أسأل الشيخ. تفضل. يلا لو عندي أيام عاوز أكفيها لو صمت السدود بصوم بكون باجر السدود ولا أكون كفيتها؟ أيوة. نعم. كويس. نعم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صام رمضان يعني كفر رمضان كله وجو صام ستة يوم من شوال يبقى صام كم يوم؟ صام 36 يوم. نضربه في 10 يدون 360 عدد يوم السنة كم؟ 360 كانوا صام السنة كلها. لكن فرضنا مثلا بنتنا دي فطرت في رمضان 6 يوم بسبب الدورة الشهرية ودارت صوم السدود قالت اجمعهم كلهم بنية واحدة وصامت السدود بنية القضاء والسدود يبقى الحلي صامت كم يوم؟ صامت 300 يوم. نعم. نحن دارين منها 360 ناقصات 6 يبقى صومي الست يوم حقة القضاء وصوم الست يوم السدود يبقى صمت 36 يوم قفلت السنة كلها. نعم الست يوم اللي بتاعت القضاء دي لازم تكون قبل السدود؟ ما هي النداء طبعا لازم تكون قبل السدود لكن فرضنا قالت اخواننا دا كان الدنيا عيد والضيوف كتار ما تمكنت من صيام السدود وسع شوال قرب يفوت ممكن اصوم السدود بعدك اصوم القضاء نقول لها نعم برضه جاهز. نعم نعم الو معانا منو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. فاروق محمد احمد معك من السعوديه. مرحبا يا فاروق. كيف حالك طيب؟ الحمد لله والله تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. نعم. بارك الله فيك. الله يسلمك. عندي زوجتي السنه اللي فات اي كانت حامله ومعها سكري. ايوه. وطلعنا الفدية الفدية والسنة دي جاء صامت أيوه صامت صيام ساعة ما حصل لها شيء خالص لا صامت هاي ما خلت شيء من أول الشهر صايمة أي ما تعبت يعني بالسكر ما زاد لا لا ما تعبت ولا جاء شيء ولا أي كويس نجاوبك إن شاء الله وما قضت السنة الفاتت مش لسه أي كويس نجاوب. نعم خلاص ان شاء الله نرد على اخونا قال ان زوجته السنه اللي فاتت كانت حامل وكان عندها سكري ما صامت وطلعوا الفديه اللي هي اطعمه 30 مسكين. السنه دي هم صامت بالرغم ان عندها سكري صامت يبقى اذا نقول اختنا دي تقدر على الصيام ما بنقدر نخدها في اصحاب الاعذار المزمنه ما دام صامت السنة ما شاء الله وفاضل يومين لرمضان وصامت ما جرى لها شيء يبقى نقول لاختنا اخونا زوجتك دي بعد العيد بعد ما تنجم تقبلها كراس تقضي رمضان حق السنة الفاتحة والإطعام يبقى لكم سواء وتقضي بشنو بالأقساط يعني في الأسبوع تصوم يومين كل أسبوع يصوم يومين أو لو صامت يوم واحد لغاية رمضان حق السنة جاء تكون سدت الدين العليا. نعم برضو هو معانا من السعودية أخ مرتضى. مرحب. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله. الله يبارك فيك. لو سمحت اسال الشيخ. نعم تفضل. عندي سؤالي الاول انا يا شيخ بالنسبه لزكاة الفطر. اي. قطع الخط. قطع الخط نعم معلش ان شاء الله يعود مرتضى ثاني من جديد. سمع. لكن حقه برضه نذكر الناس اغلب الناس في السعوديه بيسالوا من انه يحولوا الزكاة لا 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 زكاة الفطر طبعا هي تصرف على فقراء البلد الصمت فيها رمضان. يبقى اخواننا دي اللي كان مغتربين كان دارين يعيدوا في السعوديه هناك يوزعها لفقراء السعوديه المسلمين اذا جاء يعيد هنا يطلعها هنا لانه هنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي معاذ بن جبل تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يعني تؤخذ من اغنياء البلد تصرف في فقراء البلد ما بيجوز نقلها الا لامر ضروري في حاله عدم جد ما في فقراء في المنطقه دي حتى يجوز نقلها لبلد ثاني. نعم نعم في برضه واحد بيسال قال هو عنده نيه انه يكفل ايتام ايوه وبيسال عن الطريقه المثلى لكفاله اليتيم هل بتكون بس بمتابعته يعني اعطاه مرتب شهري مثلا كويس ولا هي اصلا طريقه لكفاله الايتام انه يكفلن هم في بيت يعني مثلا يشوف ام زوجها توفى عندها ولادات ايتام
يقوم يقول لها انت انا بعمل لك مرتب شهري يعني كل شهر تاخذي له 500,000 جنيه من الدكان او من المكتب او كده وتخلي الكلام ده سر، انا ما دارت بعمل العمل ده لله خالص، لله دار الاجر والثواب، خلاص يبقى هو عمل مرتب للايتام ديله. وطوالي من وقت لاخر برضو يعني يتاكد من صحتهم ماشيين تمام تمام حاجات كده لغايته يعمل لهم مرتب شهري. كذلك برضو امراه تانية وهكذا، يعني يكون هم في بيت ويعمل لهم مرتبات شهريه. هي احسن حاجه لكفاله اليتيم لانه عمل خالص لله بعيد من الرياء. لانه لو انا جبت اليتيم ده من امه وقلت له ربي معاه ياكل مع اولادي، يمكن ربما يشاكل مع الولاد، الولاد يشاكلوا معاه، تحصل حاجات كذا تضيع لي سوابي. احسن حاجه خليهم مع امهم واعمل لهم مرتب شهري. نعم. معانا من ام بده جواهر، يا مرحب. عليكم السلام ورحمه. مرحبا، تفضلي. يلا عزيز على الشيخ. نعم تفضل. يلا، انا عندي رمضان بتاع قبل 3 سنين عملوا لي عمليه بتاع لوز. ايوه. وصمت منها كم 20 يوم يعني. سامح. دي ايام ما صمت زي 12 يوم. سامح. وجاني رمضان بتاع السنه اللي فاتت بتجيني الدوره بكميات كثيره. ايوه. ما قدرت اصومها. ايوه. لحد يعني دمزق ضعيف خالص. كل رمضان السنة اللي فاتت ما صمت يوم. لا، يكون رمضان بتاع السنة اللي فاتت. لا لله وإنا. يلا ما صمت نهائيا كله. سامع. وعندي هو السنة دي صايمة. يلا بس دايركتور اعمل شيء رمضان السنة اللي فاتت وكيف. ولا 12 يوم اللي فاتت. كويس. أول حاجة بيتنا أنت قلتي رمضان السنة اللي فاتت كل ما صامته بسبب الدورة كان مستمر الشهر كله. ما في بيت ولا امرأة أن دورتها تستمر شهر كامل. الدورة الشهرية بتاعت النساء 3 يوم، وحدات 5 يوم، وحدات 6 يوم، وحدات 7 يوم، ما بتزيد من 8 يوم. يبقى بيت النادي كانت مستحاضة ما دم حيض، والمستحاضة طاهرة. كان أول حاجة بيت النادي جات الدورة الشهرية والرمضان، تقوم تعد الأيام اللي كان قاعد تجيها قبل رمضان، مثلا نقول عادتها 7 يوم، تعيد 1 2 3 4 5 6 7، تمت ال7 يوم تختصل طوالي وتصلي وتصوم والدم ماشي لغاية من 7 رمضان لآخر للعيد. الدم ماشي ده كله يعتبر دم استحاضة، والمستحاضة الطاهرة 100% تصلي وتصوم وتعمل كل ما يعمل الطاهران. هي مسكينة احتقدت انه الدم النازل ده كله دم استحاضة وعارفة انه قايلة نفسها حيض، والحيض طبعا ما بينفع معه الا الصلاه والصيام، لكن ده خطا منها. كان تسال يا بنت هاي، الواحد يسال يستفهم. اسال خلاصه، نمره 1 مطلوب منك تستغفري لانك فطرتي في رمضان وانت يعني طاهره، الاستحاضه دي طاهره وما صمتي، اسح تستغفري، دي نمره 1. نمره 2 تجيبي لك كراس، عندها من الشهر اللي قبله 12 يوم تكتب 12 يوم زائد السنه بتاعت الشهر السنه اللي فاتت كل ما صامته باعتقاد ان الدم النازل ده دم حيض، تقوم تعيد اليوم ده كله تصوم بيوم بيوم يعني ما بنقول عليها القضاء والكفار لنا هنا متأولة يسموها. 12 زائد 30 يبقى 42 يوم تصوم بالاقساط. بعد العيد الصح صايمه، بعد العيد تنجمي شويه تجيب لك كراس تكتب فوق وتقول ان علي السنه قبل اللي فاتت 12 يوم والسنه اللي فاتت كل ما صمت لانه كان بيعتقد ان الدم النازل ده دم حيض ما صمته كله، هتبتدي تقضي. لا لازم تقضي يعني، لا بد تقضي في الاسبوع تصوم 3 يوم أو الجو حار تصوم يومين لقات ما تسد الدين اللي عليك مع التوبة والاستغفار ربنا غفور رحيم. لكن في كل النصيحة دي ليكي ولكل بنات حواء، ما أي زول عندها دورة شهرية مما بلغت واحدة عادتها تقول 5 يوم، مجرد ما تميت ال5 يوم طوالي تختسلي وتصلي وتصومي والدم النازل بعد ال5 يوم دم استحاضة. واحدة عادتها 7 يوم تميت ال7 يوم تختسلي وتصلي وتصومي الدم النازل بعد ال7 يوم دم استحاضة، وهكذا بتحسب العادة من يوم ما بلغت. كمان نقول لي بنت الندين استمريتي شهر الدم نازل عليك، ما كانت تقعد تمشي لدكتور اخصائي بتاع امراض النساء ده علاجات لاحياء في الدين. نعم. نعم. معنا من ود مدني عفراء، يا مرحب. الو. مرحبا يا زهراء. ممكن اكلمك؟ نعم تفضلي. تفضلي. نعم. الغنى في الفيديو كليبات وكذا يعني حرام؟ الغنى اي
كويس. الثاني انا عندي كاميرا وبصور بيع، يعني دايرة بيت محتاج حد يشتري قالوا لي انه في مصر ما. ايوه كويس. نعم. هاي طبعا هنا ده العلماء باختصار شديد، الكلام كثير في موضوع الغنى ده، لكن باختصار شديد العلماء المعاصرين علماء الأسهر قسموا الأغاني لنوعين. النوع الأول أغاني الهابطة المايعة فيها كلمات بذيئة، كلمات الحادية دي حرموها. أما الأغاني الثانية فيها زي الأناشيد الوطنية والأغاني الحماسية تدعو لمكارم الأخلاق وصلة الأرحام والشجاعة والبطولة أباحوها. ده باختصار شديد. نعم نعم. هنا بيتنا كمان سؤال الثاني، قال عندها كاميرا بتصور بها. هل كاميرا دي كان بتصور بها صور تذكارية هناي ما في مانع، لكن عاد تم تصوري حفلة الزفاف البنات ورقص مع الشباب وخليط ويطاقش إن البنات مع الولاد للا. أي. نعم. أنا بذكر مشاهدينا الكرام إنه نحن بعد نهاية هذه الحلقة سنبدأ تسجيل حلقة عيد الفطر المبارك على الأرقام اللي معانا أو الظاهرة على شاشتنا في حين وآخر، وأتمنى إنه المشاركة من السادة المشاهدين. نستقبل صلاح من السعودية. مرحب. ألو مرحب. السلام عليكم. مرحبا الشيخ محمد أحمد حسن من العمرة. أي بالنسبة للعمرة عندي بعد ما عمر بدر عمر لوالدي. كويس. هل يجوز عمر خمس عمرات في يوم واحد؟ أيوة خمس عمرات. نعم. وثانيا بسأل من السلام رد السلام. السلام رد السلام عليكم. يا مرحبا. أيوة كويس. حتى ربي مرحبا يقولنا مرحبا يقولوا رد ده هذا رد اليهود. نعم. كويس. السلام عليكم. ورحمة. عليكم السلام. هنا ما الإمام مالك قال يكره تكرار العمرة أكثر من مرة في السنة للإمام مالك رحمه الله، لكن جمهور العلماء من السلف والخلف على أن يجوز تكرار العمرة في العام أكثر من كذا مرة. وأخونا ده قال إنه هل يجوز أكررها خمس مرات في اليوم؟ فيها مشقة وإرهاق ليه ما بيقدر يتقنها. أنت كل يوم أدي لك عمرة، عمر اللي رقبتك وعمر اللي والدك وعمر اللي والدتك، بس دي الأولى. أولى هديتك للأعمال الصالحة، ما توزع عملك ساكت للناس. أولى بالناس والديك لأمك وأبوك، دي تعمل لهم عمرة، تعمل لهم حجة تطوع، تعمل لهم صدقة. أما أخوانك وعمامك والتاني دي الكوزول بطريقته عمل خلي لي رقبتك. أسعى ولدنا ده قال دار يعمل خمس عمرات في اليوم، ما بتقدر تتقنن لأنه حيقوم العمرة مش التنعيم داخل مكة أحرم وجاء طب البيت وسعى بصين الصف والمروة. أقل شيء دائرة 10 ساعات 12 ساعة عشان. يعني العمرة أقل شيء دائرة 3 ساعات. لا 3 ساعات كل عمرة. يبقى الحالة دي يكون فيه إرهاق ليك. أعمل عمرة كل يوم لكن ما تعمل خمسة كل يوم. قال بالنسبة لرد السلام لكن دائرة أقول له الخمسة عمرات دي لمنو ما في كفاك واحدة ليك، واحدة لأمك واحدة لأبوك والباقي داخل لصلاة وذكر وتسبيح ليك أنت. نعم. بالنسبة للسلام قال يقول السلام عليكم يقول له مرحب. أيوة هذا كلام خطأ جدا، والسؤال ده مهم خالص. يعني في ناس كثيرة تقول السلام عليكم ويقول لك أهلا وسهلا، يقول الحالة دي يؤسم، لأن ربنا تبارك وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك العلماء قالوا بدء السلام سنة والرد فرض، لأن ربنا أمرنا برد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأمر من الله. ولذلك يزول مرة على أخوه المسلم قال له السلام عليكم، فرض على المسلم ده السمع السلام يقوم بالرد، وعليكم السلام ده أقل شيء ده رد، وأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده أحسن منها. أما غير كده يبقى معناته لو زول قال لي أخوه المسلم السلام عليك وقال لي أهلا وسهلا يبقى يؤسم، سجلت له معصية خالف أمر الله. معانا من الخرطوم بدور. يا مرحب. ألو مرحب. ألو مرحب. إيه مرحب بك يا بدور. أهلا تفضلي. دارب عن محمد أحمد حسن. نعم تفضل. نعم. عندي سكري. أيوة. أي. عندي سكري أي. دارس ما أتعلم من الكفارة. سمع. أي. أي نعم. كويس. قالت عندها سكري ودارة تطعم ما تقدر تصوم. الكفارة اللي يطعم 30 مسكين
إذا بطريقتين، يا بطريقة العيش يا بطريقة القروش. كان دايري بالعيش تمشي الطاحونة تشتري لها 5-4 ذرة، وكل بيت فيه 6 أنفار تدي ربع، 5-4 كل بيت فيه 6 أنفار وأكثر تديه الربع، عشان الجملة يكون أكل 30 نفر. كان دايري بالقروش كل مسكين تدي جنيهين، لأنه صحن الفول بزيت السمسم والجبنة قبل رمضان كان بجنيهين. كل مسكين جنيهين جنيهين، ما شرط توزعهم في يوم ويومين، توزع لغاية ما تلقى المساكين دي. على شرط يكونوا مساكين، الشرط الثاني يكونوا 30. ممكن أختنا تكلف واحد من ولاده تديه كل يوم يطعم 3 مساكين، تلقى مسكين تدي جنيهين، تدي الثاني جنيهين، اليوم الثاني برضو تدي على الأقل، ما يوصل العدد 30. نعم. طيب برضو من الأسئلة اللي قاعد تجينا طوالي، يعني في واحد قال بيسأل هو من مسألة تحديد النسل في الإسلام، والمسألة دي مكررة كثير من الناس بيحاولوا يحددوا. صحيح. هنا العلماء طبعا درسوا الموضوع ده وقاموا قسموا النساء إلى نوعين، في تحديد النسل وفي تنظيم النسل. تحديد النسل معناته امرأة جابت لها 3-4 قطان، يقوم الزوج والزوج يقول خلاص نوقف الولادة، المعيشة صعبة ونأكلهم شنو والمعيشة وكذا، يبقى ده قالوا حرام، لأن ربنا هو وحد المتكفل بالأرزاق. ده اسمه تحديد النسل، حرموه العلماء. لكن في حاجة اسمها تنظيم النسل. تنظيم النسل اللي مبعدة الولادة من بعضها. في بنات حوي بينقسم لصنفين، في واحدة من مجرد ما ولدت بترضع لمدة سنتين، طالما بترضع ما قابلة للحمل أصلا، يعني تحصل المعاشرة لكن ما في حمل سنتين، دي تصن في زبقة، دي ما في داعي تأخذ تنظيم من النسل دي، ممكن لأنه حترضع تفطم جناب بعد سنتين وحتقوم تحمل حالة تلد بعد سنة، يبقى كل 3 سنة بتجيب لها جنة، معقول جدا لأنه جنة الأولان أخذ كفايته من اللبن. الصنف الثاني بنات حواء مجرد ما تمت 40 يوم وقامت من النفاس اتصل بها زوجها تحمل طوال، يبقى دي للصنف ده يجوز أنها تأخذ موانع الحمل لمباعدة الولادة، ودي أجازوه كل العلماء. وليه؟ لأن الزولة دي حملت في 40 يوم حتقوم تضطر تفطم جناها ده، وعليك لا بديل للبن الأم إلا لبن الأم. بعدين حتقوم الجنة الولدته ده حتفطمه، حتضطر تدي لبن العلب، ولبن العلب ما زي لبن الأم، حيعيش مدقور وضعيف وفقر دم وينيميا وإسهالات وكذا. الجنة الرقد في بطنه برضو ما حياخد غذاء كفاية من أم، لأنه أمه يا دوب قامت من النفاس مرهقة وتعبانة، ما حيلقى الغذاء الكافي. نمرة 3 هي حتنضر، لأنه حالتها النفسية صعبة والنسوان ما بيخلينا قرينها بيقطع فوق اللي قامت من 40 وحملته حاجات زي كده، لحقنا بالكلامات ونحل النفسية. يبقى من كده العلماء أجازوا تنظيم النسل، اللي البتلح تحمل في 40 يجوز لها مجرد ما قامت من 40 تتعاطى موانع الحمل، بيعرفوها الدكاترة لغاية لمدة سنتين أو سنة ونص، لغاية ما جانا دخلت كفاية توقف الحمل. وهكذا. نحن نشكرك شيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة، لكن سنعود بعد الفاصل إن شاء الله. نرحب بمشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل محمد أحمد حسن. أنا بذكر السادة المشاهدين بأنه عقب نهاية هذه الحلقة مباشرة أو عند الساعة 4:10 سيكون إن شاء الله عندنا تسجيل لحلقة خاصة بعيد الفطر المبارك، نأمل أن تكون مشاركة السادة المشاهدين على نفس هذه الأرقام الظاهرة على الشاشة. نحن في بداية حلقتنا دي يا شيخ محمد أحمد تحدثنا عن الخصال الحميدة والالتزام بها أو المواصلة فيها والاستمرارية. من أكثر الأشياء الملاحظة أنه كثير من الناس بيتركوا الصلاة، والصلاة هي عماد الدين والمسألة بتبقى فيها أمور جايطة شوية. نحن يا ريت نستفيد من هذا الجو الروحي الكبير في هذا الشهر الكريم، وعلى الأقل نحافظ على الصلاة.
فعل الله الصلاه هي عماد الدين وهي اعظم فريضه في الاسلام وهي اللي بتحرس الايمان من الضياع. ولذلك العلماء قالوا فاذا ضاعت الصلاه ضاع الدين كله. زهول فتح قام منه صغير لقوا امه مسلمه وابوه مسلم وشبع على الاسلام. دي ما اعظم نعمه في الوجود. ده اللي قال له كنز اغلى من الدنيا دي كلها. الكنز ده كنز الإيمان. وفتح قام عليه ده ما نعمة عظيمة. لو حافظ على النعمة دي بالصلاة وحرس إيمانه ده بالصلاة يدخل جنة يوم القيامة يدخل جنة الفردوس يعيش في نعيم سرمدي إلى أبد الآباد. قام النعمة دي همشى وترك الصلاة والنعمة دي ضاعت منه. لما حيسكن في نار جهنم الحرارة قدر نار الدنيا 70 مرة إلى أبد الآباد. دي يعني الصلاة دي لابد تزول. يعني نصيحة لإخواننا اللي ما كانوا بيصلوا وصلوا في رمضان تحافظوا على الصلاة دي بعد رمضان. لأن الصلاة هي اللي بتحرس الإيمان من الضياع. الزول اللي بيترك الصلاة إيمانه ده حيضيع منه ويرحل للدار الآخرة بدون إيمان ويبقى حكمه حكم الكافر اللي بيكون خالد في نار جهنم. أي والبعادة تضيع إيمانه ده ما خسر الدنيا والآخرة. نعم نعم. ناخذ أم أحمد من شرق النيل. يا مرحب. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم أحسن الشرجميل. مرحبا بك تفضلي. والله طبعا أولا أنا يعني لو سأل إنسان داري استفسر من حاجة وأنا كنت سمعت عن الشيخ محمد أحمد حسن فوصلها بنفس اللهجة بتاعتي يعني. عايزة بس أطلب العفو في الحتة دي. تطلب العفو. يعني أنا قاعد أوصل يعني ما حاجة من عندي لكن سمعتها لكن بوصلها بنفس لهجة. حاجة ثانية يعني كان في خلاف بين هنا وأنا ما عندي أي مشكلة مع الناس دي. مشيت لحد عندهم فعلا ما اشتغلت بالخلاف ده. مشيت لحد عندهم جاءت بنتهم بعد ما ركتها قالت لي السبب واحد يجيبك لينا ما فيه. ما تجينا نهائي. أنا برا ما عندي معاهم خلاف ولا بحاربهم ولا شيء. لو شيء منهم ببارك لهم البيت لو بحضر وأصبغ لهم البركة فيه. لكن بس ما بقول بيت لأنها وقفتني هذه الجاهلين. أيوه. بارك الله فيك. يعني أختنا بتبلغ يعني تبلغ الدعوة إلى الله تعالى لكن اختارت الأسلوب حقي يعني تحاكيني في تبلغ الدعوة. ده كلام أنا مسامحك فيه وأجر عظيم. وبرضن عندي يعني هاخد الأسماء شنو دي سماها شنو عزول لما يبيع سمسرة عندي حق السمسرة من السواب. لأني قلت حكيني وتبلغ الدعوة. عندي سمسرة في الدعوة تحتك في السواب حقك ده إن شاء الله. وسامح ليك وبلغي وحاكي وجزاك الله خير. نجي للسؤال الثاني اللي هي قالت إنه قريبة تمشي لهم وكذا قامت وتمشي لهم في الفرح والكره وزيارات لصلة الأرحام وهي حريصة على صلة الرحم خوفا من عقوبة قطيعة الرحم. لكن واحدة من البنات قالت لها تزوق شيء تنجيبه كلنا تاني ما يعني بيتنا ده ما دعتي بخالص. هي وقفت ما خلت وقفتها ثبتت لكن قالت تقابلهم في مناسبة تسلم عليهم حصل لهم فرح برضو حاجات كده تقابلهم في أي محل تسلم عليهم. يبقى أنه قول لي أختنا أنت ما عندك زني خلاص أديت عليك وأجر عظيم عند الله تعالى. لكن نقول لي البيت دي قالت لي قريبتي دي ما تجينا البيت. تكسب شنو من كلامك ده؟ تكسب شنو غير نار جهنم؟ ما في حاجة غير كده. زول يعني عين في نار جهنم يمشي يدخلها دي ما يدخل لنار جهنم. ليه؟ لأنه الصادق المصدوق ما بينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وبرضه في سنن أبي داود قال عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة فمن هجر فوق ثلاثة فمات دخل النار. يبقى هسع البدي لو ماتت في أي لحظة من اللحظات نار جهنم مضمونة 100% لأهل يدك لما الصادق المصدوق. يبقى نقول للبدي ألحق نفسك وليغيرة ولكل زول مقاطع الأرحام ألحقوا نفسكم ما بتقدروا تستحملوا نار جهنم. ألحقوا نفسكم ما تغشوا نفسكم الشيطان ما يخدعكم. تعاندوا تتكبروا وتقاطعوا الأرحام. ألحقوا نفسكم أنا تراني كلمتكم. نعم.
قطيعة الرحم تحرم زول من الجنة وتدخله نار جهنم. في صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يوميا الرحم دي تنادي من وصلني وصله الله من قطعني قطعه الله. يبقى قطع الأرحام ربنا يقطع منه رحمته وهدايته ومغفرته، حيمشي وين؟ يمشي مع إبليس اللي إنه طاع إبليس وخالف أمر الله. نعم. معانا من حلفاء الجديدة نعمات، مرحب. ألو يا عماد، مرحب معانا عماد مش نعمات، مرحب يا عماد. ألو انقطع الخط. طيب نحن برضو في أخونا جمال هو بيسأل، قال بيسأل من معنى قوله تعالى لإلاف قريش. أيوة دار معنى هذه الآية. أيوة هي في طبعا في سورة اسمها سورة قريش، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني ربنا تبارك وتعالى بمن علي قريش اللي هم ربنا أنعم عليهم برحلة الشتاء والصيف، اللي هي رحلة الشتاء لبلاد اليمن أو واحدة لبلاد اليمن واحدة لبلاد الشام، يمشي تاجروا ويجيبوا الخيرات لأنه هناك مكة كان أرض صحراء ما فيها زراعة، يشيلوا الجلود يشيلوا حاجات يبعها في اليمن يجيبوا العيش، يشيلوا يمشي بلاد الشام يجيبوا، عندهم رحلتين واحدة لبلاد الشام واحدة لبلاد اليمن. وربنا بمن عليهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء في الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والاثنين ديل من أجل النعم للإنسان. أي دولة خوف في العالم ربنا أنعم عليها بالنعمتين ديلا، يبقى دي أعظم منها، الأمن والغذاء. ديل أكبر نعمة ربنا منان عليه قريش. لإلاف قريش إلاف معناته الاعتياد والألفة. يعني يا قريش ربنا جعل بينهم الألفة والتآلف والاحتياد للرحلتين دي. فليعبدوا رب هذا البيت. ربنا جعل بينهم الألفة والاحتياد لرحلة الشتاء والصيف ويترزقوا منها، فليشكروا الله تعالى على أن يعبدوا البيت. وقالوا قريش كان بيسافر لبلاد الشام محترمين آمنين من الخوف، لأنه أي زول يشوفهم يحترمون، ولدي له حرست بيت الله الحرام، ديل سدنت بيت الله الحرام، يحترمون غاية الاحترام. ودي نعمة من الله. كان المطلوب أول ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام يآمنوا به ويتبعوه، شكر للنعمة وزيادة للنعمة. لكن نعم معانا من بربر الأخ. طيب مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزيكم خير. نعم تفضل. الله يخليك. بسأل عن قطعة الرحم. نعم أي. أنا يا شيخنا طبعا لنا أهل طبعا كثيرين وبما فيهن عمتنا وبعيدين يعني عننا، ما قريبين لنا يعني، وما القطيعة المقصودة اللي الواحد يدفع الرحلة مثلا يعني يعني عدم المقدرة على مواصلته. كلام سيئ. أيوة نعم كويس. ده قاعد يحصل كثير الآن. سؤال مهم جدا الحقيقة. هنا ده طبعا قطيعة الرحم هو الزول يكون مخاصم أهله، دخل في مشكلة معاهن ويتقاطعوا، لا يمشوا لبعض لا في سراء لا في فرح لا في كره، متخاصمين متقاطعين، يقابل بعض في كل مكان، دي يقبل منه غادي يقبل منه غادي، أهدي هالقطيعة المحرمة. أما زول أنت، نحن أي واحد فينا عنده أهل منتشرين في العالم، الأهل المنتشرين في العالم ديلا أهلك الموجودين مثلا في ولاية الخرطوم تمشيلهم في ثلاثة حاجات مهمات بنفسك، اللي هي حصل لهم موت لابد تمشي تعزيهم تواسيهم تخفف عليهم الحزن، لأنك تقدر تمشي وفي نفس اليوم تأدي المهمة وتجي راجع لبيتك. أي زول في ولاية الخرطوم يقدر يمشي يعزي ويجي راجع. الدل نمرة واحد. نمرة اثنين، عرس لبيتهم لولدهم تمشي تبارك ليهم وتهنيهم وتجي راجع. نمرة ثلاثة، زول مرض عملوا له عملية في المستشفى وراقد في البيت تمشي تعود وتجي راجع. دي الثلاثة دي لابد تمشي بنفسها.
أما الحاجات الثانية بنته نجحت ولده نجح بالتلفون تبارك لهم بالتلفون ما حصلت لهم حاجات زي دي تقابلهم في أي مناسبة تسلم عليهم أهلك البر من ولاية الخرطوم الثلاثة دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أنا ما مكلف شرعا وقم هنا عند أهل في بور السودان أركب أمشي أجي رايع ولي حبيبتك في الأبيض ماتت أركب أمشي أجي ولي عمك في سنار مات يبقى شغلته كلها سفر لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى دي لها للبر من ولاية الخرطوم بالتلفون مات لي عمي في بور السودان البركة فيكم يا أولاد عمي الدوام لله إن شاء الله ربنا يتغمد برحمة الواسعة أي كل حيل الموت الدوام لله بالاستطاع يعني بالتلفون بالتلفون عرس اللي بيت مروق عليك عرس البني عقبال خياته ما إن شاء الله إن شاء الله بيت مال وعيال بالتلفون عمهم عملوا له عملية الحمد لله سلامة الوالد إن شاء الله العملية نجحت ألف الحمد لله على السلام إن شاء الله ربنا يعجل له الشفاء بالتلفون ناخذ التلفون من ليبيا صلاح مرحب ألو مرحب يا صلاح الو مرحبا السلام عليكم مرحبا عليكم السلام ورحمه الله مرحبا اتفضل انا شيخ اللي قاعد داري بكاء مجموعه الولايه عمان نعم قاعد في عمان هنا كنا قاعدين مجموعه بالعمل طبعا بتحب بناتنا والله بتحب ايش ما سامعنا كويس احنا عيد السؤال ثاني كذي عيد السؤال ثاني يا اخ ما فهمنا قلت لك احنا عمان كده قاعدين في انت عمان هاي عمال قلت لك انت عمال كده بيناتها عمال الفطرة في الجزئين وهذه الجزئين الفطرة الفطرة ولا الحج قلت انت يا صلاح اسمعنا بالتلفون ما تسمعنا بالتلفزيون كده عيد السؤال تاني بالتلفون كأنك بتتكلم معانا بالتلفون خلي التلفزيون ده بعيد اقول بالتلفون الو موضوعك شنو الو ايوه يا صلاح سؤال ما واضح نعم. خليه عشان نكسب الزمن نعم معلش نحن ما قادرين يعني انا اود انبه انه المشاهدين الكرام عند طرح الاسئله يجب انه الابتعاد عن التلفزيون بعيد جدا ويسمع لنا من خلال التلفون الاستماع عن طريق التلفون وليس التلفزيون لانه في فرق بتاع زمن من خلال البث لانه الصوره بتصل متاخره او الصوت بيصل متاخر من خلال التلفزيون لكن بالتلفون بيكون مباشر نحن نرجو انه المشاهدين ينتبهوا لهذه المساله طيب في سؤال بس نقطه صغيره كده في صله الرحم مره تكمل لي سؤال اخونا يبقى انت اهلك ديل ما بتقدر تواصلهم كده يبقى بس تواصلهم في الثلاثه اذكرناه ثلاثه الكبار البعيدين بالتلفون القريبين تمشي بنفسه واخونا ده مثلا في المملكة العربية السعودية ممكن بالتلفون لكل ديل ما مكلف يجي من السعودية عشان يعزي في عمه المات والله يحضر عرس بيت عمه لا بالتلفون ما بارك له هو بيسأل عن هل يؤسم لو يعني لا ما نحن زمان لما يقوم بالعمل لا ما بيؤسم ما خلاص سد الفرض وما بيعتبر قاطع للرحم ما بيعتبر قاطع لانه المواصلة بالتلفون مواصلة صلة هاي انت ما تقدر تمشي له بنفسك بالتلفون حتى لو 3 4 سنة ما قدر يوصل اي ان شاء الله 20 سنة ما دام هل بينك وبينهم في زعل لا ما في لما انت يجوا من البلد زول مش بتسأل عليهم نحن في البلد مو طيبين وسالمين اي جزول من البلد تاني طيبين وسالمين طبعا المواصلات بتكون في بالتلفون بالزوار اللي بيجوا انت بتسأل عنهم وانا بسأل عنهم بس ما عليه اسم يعني ما في زعل المهم ما في زعل نعم طيب معنا من الدويم الاخ حسن يا مرحب السلام عليكم عليكم السلام يا انا عاوز اسال الشيخ نعم تفضل اقول له زكاة الفطرة زكاة الفطرة دي يمكن انا اطلعها براي ولا اطلع لي ابوي يعني ابوي قاعد اطلع لي بس انا عاوز اطلعها انا براي كويس نعم السؤال الاول والسؤال الثاني انا لو ماسك يعني قاعد اشرب في حاجه والاذان بتاع الصبح اذان الصيام كيف وانا شربت الحاجه دي والاذان اذان بعدها اي الاذان بعدها كده الحاجه اسمها مازن الاذان طوالي نزلت الكوز انت اول ما سمعت اعوذ بالله اول ما سمعت الله اكبر فهو مركت الكوز من خشمك مش كده خلاص كويس نرد عليه السؤال الثاني زكاة الفطرة دي يعني انا اطلعها ولا اطلعها لابوي كلام انا ما يعني لا خلاص ما صغير فهمنا الشيء هنا طبعا في البيت في اولاد وبنات وحدين شغالين موظفين وحدين كذا بنات كذا هنا اللبو بيقوم بيقلو ماسك الاداره بتاعت البيت مصاريف البيت هو بيطلع زكاة الفطرة لكن كمان عشان ولده الشغال موظف ده ما يقول ابوي قاعد يطلع زكاة الفطرة من انا صغير
والابو يقول ولدي ما دام يشتغل موظف حيطلعها، يبقى ده يتكل على ده وده ليه، ده لا يتفاهم على الابو يا اولاد انت حتطلع زكاة الفطر ولا طلع عليكم؟ يا ابوي انت ما معودنا كل سنة بتطلع لنا زكاة الفطر، طلع علينا خلاص جيب قبطني قبطني يلم منه ونطلع. الولد قال له يا ابوي انا في الشغل في ذول مسكين خالص راح ادي زكاة الفطر بتاعتين خلاص اديه. البيت قالت انا كمان جارتنا كده كده اديها اي، وبعد ذاك يقوم يطلع الباقي. المهم يكون في مفاهمه بين الاسره الناس الشغاله. اما اذا كان الاب واولاده كلهم طلبه بيقروا ويبقى يطلع لهم كلهم زكاه الفطر، حتى الطفل اللي جا ولده ليله العيد يطلع له زكاه الفطر. نعم، معنا من رفاعه الاخ عمر، يا مرحب. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا اخي، الله يديكم العافيه. الله يبارك فيك. انا مره ماشي في الطريق في الخرطوم سايق العربيه وقفني وليدي تاع الروح سامع، فانا اصلا ما عندي مخالفه اي، فهو طلب مني ادفع ايصال ب 30000. ايوه انا قلت له والله 30000 ما عندي، وسته معاوله مفاوضه وشال مني 10000. هالمزله دي وانا صايم قلت. ايوه خلاص انت ما عندك ذنب في الحالة دي، ما طالما ما عندك وشال منك وخلاص، هو الحالة دي هو مسؤول عن الشال ده يورد للخزنة العام، لكن انت ما عندك ذنب، لكن خلاص يعني عليك. نعم. نرجع لولدنا ده، عنده باقي سؤال الاول ما سأل عن الزكاة. نعم زكاة الفطرة. تاني عنده سؤال تاني. نعم ده زكاة السحور، قال لو هو اي صح قال انه هو أزين وهو شريب لا، وقال بيشرب سمع الأذان قال الله أكبر. في الحالة دي مرق الكود من خشمه خلاص صيامه صحيح، لكن سمع الله أكبر وواصل الشراب يبقى صيامه بطل عليه قضاء يوم، لكن مجرد ما كان عارف الأذان خدت الكود في خشمه كع كع بس الله أكبر كك مرق من خشمه والفي خشمه تفنه خلاص صيامه صحيح، صيامه صحيح. طيب من السعودية معنا مرتضى، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا عندي لك سؤال، عندي ثلاث اسئله للشيخ محمد حسن. نعم تفضل. تفضل يا شيخ. انا في اجازه وانا نازل السودان، جاي من المنطقه الشرقيه نازل السودان، فتحت في الحج، كان في ايام الحج فما ما لقيت حجي، وانا فوت الميقات اللي هو ميقات اهل الرياض من الطائف. ايوه فوت الميقات وقعدت يومين في جده واحرمت من جده ومشيت حجيت. سمع يعني فوت الميقات، هل علي حجي؟ ايوه انا عم بدا لي سنتين وانا نازل. اي صحيح. اي السؤال الثاني يا شيخنا، اي بالنسبه يعني احنا قاعدين مجموعه هنا بنتكلم عن زكاه الفطر، بيقول لك يعني حتى الجنين في بطن امه وانت بتطلع عليه زكاه الفطر، هل كويس وهل يعني بالنسبه لزكاه الفطر الجنين في بطن امه بيطلع عليه زكاه الفطر؟ كويس. نعم. نرد على سؤالاتك ان شاء الله. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ. نعم. بالنسبه انا هنا موجود في المدينه المنوره يا شيخنا، بظروف عملي يعني كل طيلة السنين اللي فاتت هذه الحمد لله الواحد بيصلي وبيقيم وبيصلي التراويح والعشاء هنا كلها في الحرم. نعم. ففي الفتره هذه ظروف عملي ما بتسمح لي، يعني انا بداوم بعد الساعه 10 الى الساعه 3 الصبح، صلاه الفجر، بعد ما اجي بعد صلاه الساعه 3 الصبح بصلي التراويح حتى صلاه الغياب على حالي في الغرفه. كويس. سلام صباحكم جزاكم الله خير. ان شاء الله الزمن يسمح لنا بانه نرد على السؤال الاول. المهم خالص اللي هو طبعا فوت الميقات، فوت الميقات ودخل مكه وادى فريضه الحج، يبقى هنا مجاوزه الميقات بدون احرام يلزم هدي. اي يلزم هدي الضحل وخروف، ولكن اخونا طبعا خلاص ادى الحج مده سنتين وما ذبح الهدي لانه ترك واجب من واجبات الحج اللي هو الاحرام من الميقات. دخل مكه بدون احرام، احرم من جده لكن كان احرام يكون محل ميقات احرام الطائف. يبغى نقول لاخونا ده هسع برضو الموضوع ممكن يستدرك. يستدرك بشنو؟ اي واحد من زملائك ماشي الحج اديه ثمن الهدي. كان تمن الهدي 60 ريال 100 ريال، أدي يقول لي يا أخي ساعة تمشي مكة في هناك في البنك بينادي يا حاج تعال ورد الهدي بتاعك نحن نضبح نيابة عنك، تقوم تورد لي المبلغ ده وتجيب لي وصي.
طوال يقوم يورد المبلغ يجيب له وصل يبقى خلاص انت حيقوم البنك ده يطبح الهدي نيابة عنك. الهدي ده حق شنو؟ لأنك مدة كم سنة دخلت مكة بدون إحرام. أي يعني ما حرمت من الميقات، تركت واجب من واجبات الحج، والواجب يجبر بالهدي. لو كنت صمت 3 يوم في داخل مكة و7 يوم لما رجحت من شغلك كان انتهى الموضوع، لكن ما صمت يبقى هسه ترسل ثمن الهدي يطبح إليه. هديا بالغ الكعبة. ما بيجوز تطبح في البلد اللي انت فيها. طيب بالنسبة قال للجنين، فترة الجنين في بطن أمه، هاي كلام الناس اللي بيقولوا الجنين في بطن أمه نطلع له زكاة الفطر، ده كلام ما له أصل خالص فيه إلا يولد. هاي ده كلام بتاع ناس ساكت. المولود اللي هو ولدوه ليلة العيد أيضا نطلع لزكاة الفطر، لكن ولد صباح بعد طلوع الفجر يوم العيد ولدة اللوم دي ما عليه زكاة الفطر. طيب بالنسبة للصلاة وحده في الغرفة، أيوة هو مسكي ما شاء الله، وقال كان في المدينة المنورة يحرص على صلاة الأوقات كلها في المسجد النبوي، وصل في المسجد النبوي 1000 صلاة، لكن هسه ظروف عمله بقت ما بتسمع شيء، لكن محافظ على صلاته والفريضة والنفل والقيام الليل والتراويح، أجرك عظيم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، شكرا جزيلا الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة للمشاهدين الكرام. نأمل أن نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وأذكر المشاهدين الكرام بأنه عند الساعة 4:10 بعد قليل سيتم تسجيل حلقة خاصة بعيد الفطر المبارك، نرجو من المشاهدين الاتصال والاستفسار عن هذه أو ما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بعيد الفطر المبارك والأعمال الخاصة في هذا اليوم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.